كيفية إدخال أي عمل أي أغنية أو صوت يمكن التعديل عليه إلى اللوجيك برو العاشر وإخراجه منه يعني الإمبورتاسيون وإكسبورتاسيون يعني كيفية إدخال أي أغنية والتعديل عليها وكذلك كيفية تنزيلها من المشروع الذي تقوم عليه وإخراجها على الصيغة أي صيغة تريد بسهولة طبعا نذهب إلى لوجيك ثم إلى نيو أو نوفو وهنا نقوم باختيار أوديو أي قناة أو كانال أوديو بيست أوديو ونذهب إلى فيشي واختيار امبورتي طبعا سنختار الأغنية التي يمكن التعديل عليها مثلا هذه والآن سنقوم بالتعديل عليها كيفما نشاء طبعا جيد نقوم مثلا بإدخال أي مثلا ديناميك أي كومبريسور أو كذلك مثلا مثلا على سبيل المثال وعندما نريد تنزيل أغنية أو إخراجها على أي صيغة نريد أول شيء يجب عمل الشريط الأزرق على طول الأغنية أي بجره هكذا إلى أن يكتمل على طول الأغنية ثم نذهب إلى الفيشي ثم إكسبورتي الثانية عفوا بونس ونختار خاصية كوموند بي يعني بروجي أو سيكسيون ثم نختار هكذا ونختار الصيغة التي نريد مثلا بي سي ام أي اف طبعا ويف هي المتداولة الأكثر يعني في صيغ الأوديو الثقيلة الوزن وقوية الصوت طبعا ونعمل بونس أو ذهب إلى الام بي 3 أو الام بي 3 وعزلها واختيار القوة الكبيرة وهي 320 كيلو بي بي اس في دي بي مونو اي دي بي ستيريو وكذلك الكواليتي الماكسيموم أي الأقوية في جميع السياق الام بي 3 ثم نختار هنا ديكونيكتي طون ريال هي انك تسجل اغنية او اخراجها في الوقت الحقيقي يعني اخراجها في نفس الوقت الزمن الذي فيه الاغنية طبعا ديكونيكتي افضل ليخرج العمل بسرعة ثم عمل بونس واختيار اسم للاغنية مثلا ثم الاختيار اين تريد حفظها وبونس وهنا يتم
تحويل الأغنية بعدما إخراجها إلى MP3 من طرف لوجيك برو العاشر، وهي عملية بسيطة وسهلة، وأتمنى أن تستفيدوا منها إن شاء الله، وشكرا لكم.